أصدقائي المستمعين، منتابع نحن ويكون نقطع السطر عبر إذاعة صوت لبنان. دق الجوع والفقر أبواب لكتار من اللبنانيين جراء الأزمة الاقتصادية بلبنان، أمر ما قدروا اللبنانيين المغتربين يشوفوه ويوقفوا مكتوفي الأيدي، فكانت لهم مبادرات، حملات إنسانية لمساعدة أبناء وطنهم. خلونا نحكي كيف بينظر اليوم اللبناني المغترب إلى اللبناني المقيم، كيف بينظر المغترب إلى وطنه، شو عم بيصير فيه وشو عم يعملوا لحتى يساعدوا اللبناني الموجودين. على الخط أكيد معنا أحد ضيوف ناطرنا، بس قبل اسمحوا لي رحب بضيفي الأمين العام للمنتدى الاغترابي ورئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين بفرنسا أنطوان منسة. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. منعرف أنه المغتربين طبعا مش واقفين بس عم يتفرجوا، في أعمال إنسانية، في يعني احتياجات عم بيأمنوا نوها للبنانيين، إن كان من خلال جمعيات أو من خلال مؤسسات، وهيدي رح نضوي عليها اليوم، لأنه اللبناني المقيم بيقول وينه اللبناني المنتشر، ما بقى عنده ثقة بالطبقة السياسية، صرنا معولين على الاغتراب. على الخط مين معنا فويس كول برقم بينتهي ب 888؟ ألو ألو ألو، يعطيك العافية، معك الدكتور سامويل من ألمانيا. يا اهلا وسهلا. نحن اللبنانيين المغتربين، نعم. نحن اللبنانيين المغتربين، نحن ما حاسين انه الطبقه السياسيه هي اللي غادره فينا، نحن حاسين اهلنا الموجودين بلبنان هم اللي غادروا فينا، لانه نحن سلمناكم، وإلك انت شخصيا مثلا ما فيش واحد بيجيكي ضايف فاسد او شيء الا بتعطي له معالي الوزير وما بعرف شو هو. نحن سلمناهم لاهلنا بلد، تركناه أماني ونروح وعملنا واجبنا، ولازلنا عم نعمل واجبنا، ونحن بنساعد الغريب. بس خبرني كيف عم تعملوا واجبكم، يعني شو الواجب اللي عم تقوموا فيه؟ يعني من خلال شو؟ نعم، نتعلم هونيكي، ونحن عم نبعث مصاري لأهلنا، نحن عمالين بنحط مصرياتنا ببلدنا، نحن عمالين نستثمر ببلدنا، وهذا كله ما عم بيضل أبدا، ما ضلش في شيء. وبس نرجع على البيت بدنا نشوف أهلنا، والله فلان بينتخب زعيمه وطائفتي، وانت بتنتخب طائفتك وغيره بينتخب طائفته، بدي اشوف انا شو بدنا نعمل يعني بهيدا البلد هيك، انه شو يعني فكرتي انا انه شو، انه الزعيم في مين فرعناك؟ قال فرعنته ما حضرتني. مين اللي حطه للزعيم، انا ولا اهلي اللي خليتهم انا بالبيت، المواطنين الموجودين؟ وبس يصير شيء تطلع الصرخه انه يا ويلنا نحن من هالطبقه السياسيه اللئيمه اللي علينا، وينكم يا مغتربين؟ نعم. طيب ما التغيير بده يجي من عندكم مش من عندي انا، بس بمساعدتكم، يعني اليوم احنا بنعرف لبنان هون منه معزول، يعني مش بس الحكام هن مسيطرين ومفرعنين، في مين مفرعنهم خارج الحدود، ما هيك؟ طب كمان يعني في ضغط لبناني، يعني اليوم قد ما موجودين لبنان، ما عنا الاحصاءات هلا بين ايدي، قد ما موجودين بلبنان احنا عنا جاليات كتير مهمه بكل بلدان العالم، يمكن بتوازي الاعداد لبل اكثر من اللبنانيين موجودين بلبنان. انتوا وسيله ضغط، نحن متكلين عليكم. نحن عددنا، عفوا اسمحي لي بكلمه صغيره، نحن عددنا المغتربين 8 مليون، هودي المسجلين بالسجلات اللبنانيه، في غيرهم ما انهم مسجلين بس هم اللبنانيين يمكن مش مسجلين، بس نحن عددنا 8 مليون، نحن عددنا مرتين. نحن اللبنانيين واكثرنا يعني الشباب اللي طالع يتعلم مثلي انا مثلا، انه انا معي شهادتين دكتوراه، بس رجعت على لبنان بدي اسجل بكليه الهندسه، عدلوا لي شهادتي، مش ما عدلوا لي اياها، ترجموا لي اياها ترجمه، قال لانه شو ما في اختصاص موازي اللي عندنا هون، لا حق لي فوت بالهندسه، ما حق لي افتح شغل بلبنان، ومع ذلك يعني انه ضليتني ادعم، واللي الله عطيني اياه يعني عمالي بقسمه بيني وبين اهل بلدي. وحتى بهيدي الازمه نحن عمالي بنرجع، صحيح نحن برا موجودين وعمالي بندعم، بس اللبناني هو بحد ذاته حاسس انا انه فاسد، يعني بروح لهونيك بيستقلوا فيي انه انت مين؟ عائلتك مين؟ زعيمك مين؟ طائفتك مين؟ شو انت شو؟ يعني انا بدي اروح اسال. شو بتقترح الحل؟ شو بتقترح الحل؟ بدل ما نفوت كثير بالتفاصيل، الحل شو؟ التغيير من خلال شو؟ انا شخصيا الحل العلم، التعليم، الاديوكيشن، بده الواحد يبلش انه هلا في عندك جيل موجود هلا عمالي بيطلع، في عندك بلشي نربي تربيه وطنيه، حاجه نربي تربيه طائفيه. طيب شو بدك قول له للزعيم؟ اتقعدتني وقلت انه بقول له معالي الوزير، شو بدك قول له؟ قولي له يا فاسد، فاسد هو، ليش بدي يكون معالي الوزير؟ انا معالي المواطن، انا معالي، بس هو بعده موجود بالحكم، يعني معالي موجود بالحكم،
هو موجود بالحكم. ايه واذا موجود بالحكم شو موظف عندي شو انا هاني عنا انجيلا ميركل ما حدا بيعيط لها دكتور انجيلا ميركل ما حدا بيعيط لهيلموت شميت اللي هو هيلموت شميت انا ملتقي فيه بالزمان بالصدفة قال لي انا اسمي هيلموت شميت لا قال لي للدكتور ولا قال لي اني مستشار ولا قال لي تشانسلر ولا قال لي كانسلر ولا قال لي شيء نحن اللبنانية هيك شعب شو اوف صايرين فبدنا نحن بتمنى عليكم انتم المواطنين اللبنانيين الموجودين نعم. اهلنا بلبنان نعم انه اهتموا بوضعكم شوي انتوا والله مهمين كونوا مهمين احترموا يعني مواطنتكم نفسكم انا شايف حالي محبط من اهلي اكثر من السياسيين نعم انا رد يعني على هالكلام خليك معنا بدي رد على هالكلام اليوم ضيفي موجود معي باستوديو الامين العام للمنتدى الاغترابي انطوان منسة تفضل شو ردك على هالكلام بدي اقول لك ميرسي ستنا على هالاستقبال الحلو وبدي كمان قول ميرسي للشاب يلي موجود معنا على الخط اكيد اكيد هي ازمه سياسيه بالاساس بس نحن اليوم ما بننسى انه كان باسبورنا يروح على جميع دول العالم من دون فيز قديما بالستينات والسبعينات لحديث سنه ال 75 كان اللبناني مرفوع الراس وكان اللبناني هو كل شيء برا وبعدين نحن اجدادنا وجدي وبي راحوا على افريقيا من سنه العشرينات وخمسة وعشرينات وخلقنا هونيك وكبرنا هونيك وضلينا نجي على لبنان وعم نضل نجي على لبنان بس انا بدي اقول للضيف اليوم انه نحن المسؤولين على الوضع نحن اين الطبقه السياسيه نحن انتخبنا الطبقه السياسيه الموجوده هلا حاليا لازم هيدي تكون امتيله مشان الانتخابات الجايه اللبناني نعم بس بين هلالين نعم. اللبناني معطر يعني اذا ما كان منتمي لحزب او لزعيم ما بيتوظف اذا ما كان منتمي لحزب او زعيم ما بتوصل له كرتوني على بيته اذا كان مش منتمي لحزب او زعيم ما بيقدر اللي يعبي بنزين اذا ما كان منتمي لزعيم ما بيقدر يفوت يخلص معاملاته يعني هيك صار الوضع لانه ستنا البلد تكوينه هيك مقسم ل 17 طائفه بالنهايه كل انسان هلا اذا ضرب البرازون عم نقول في ثوره وكنا بالشارع اذا ضرب البرازون كل واحد بده يرجع على دينه بده يرجع على طائفته هيدا عم بيقول غلط ضيفي عم بيقول غلط يعني. أنا عم بقلك شو عم بيصير عن مظبوط وكلياتنا نعم. يعني ما بدنا نتخبى ولا إصبعنا هيدا الواقع وعلينا نحن نغيره ما بقى في وقوف على الأطلال ونقعد نبكي على الماضي بدنا نفكر اليوم شو بدنا نعمل نعم. وإذا بيحب لبنان وبيحبنا لازم هو يفكر شو بدنا نعمل بكرة ويعطي بروجرام لهالشغل شو بدنا نعمل بكرة باختصار رقم بينتهي ب 88 تفضل والله ما نش عارف يعني من يوم اللي شوف عم نشوف دايلك انه عم بيقول لي ايه مزبوط ما نتخباش ورا اصبعنا انا مش عارف يعني صراحة انا بيرم كتير بالعالم وقلي اكتر من 20 سنة مغترب ومعلم 16 سنة بجامعات العالم مثل الموديل اللبناني مني شايف فانا اللي عمالي بقوله يعني انه نبلش نحب بلدنا انه كل واحد يبلش انه خلاص دينك لإلك وطنك لك ولغيرك دينك لك ما في حدا بينك ولا للوطن يا زيد ولا للوطن نعم شكرا لك اهلا وسهلا فيك عبر اذاعه صوت لبنان وشكرا يعني اليوم حلقتنا عن الاغتراب عمليه انقاذ الوطن بلشنا فيها اليوم تتطلب جهود مضاعفه مش بس من اللبنانيين الموجودين بلبنان انما من الخارج والداخل والعيون شاخصه اكثر من اي يوم مضى على من هم نافذون بالخارج اليوم صحيح ضيفنا انطوان منسة ستنا انت بتعرفي انه اللبناني كفرد نجح وحده برا نعم. كل ما نحط للأسف اثنين لبنانيين مع بعضهم تخرب القصة بس كل واحد وحده نجح وبدع يعني في ابداع لبناني شخصي هلا الوضع يلي عم بيصير عم بيجبرنا نحن نقدر نحط ايدينا ببعضنا برا بالاغتراب ونرجع نجمع بعضنا مشان تنفذ يلي لازم ننفذه رقم بينتهي ب 831 مين معنا الو معك ايه دابلي كاليفورنيا نعم ما سمعنيك تعلي صوتك ادي عبد الكريم يا اهلا وسهلا فيك ادي انت حضرتك طبعا مستشار بالجامعه اللبنانيه السقفيه بالعالم كاليفورنيا رئيس سابق للجامعه اللبنانيه السقفيه بالعالم ومن مؤسسي رابطه عبد الكريم بامريكا وايضا نائب رئيس الجامعه اللبنانيه الثقافيه بالعالم لامريكا الشماليه ادي كريم كيف عم تشتغلوا اليوم كمنتشرين بالعالم بهمكم بلدكم ووطنكم كيف عم بتساعدوه
وشو لازم ينعمل اليوم؟ لأنه مثل ما قلنا بالمقدمة اليوم في جهود مضاعفة مش بس من اللبنانيين موجودين بلبنان إنما اللبنانيين موجودين بالخارج. شو عم تعملوا لتنقذوا هالوطن من أزماته المتتالية؟ وصلنا لمرحلة الانهيار. أول شيء يسعد صباحك، يسعد صباح أهلنا بلبنان، يسعد صباح صديق أنطوان النسا معي كمان. أحب أشكر إذاعة صوت لبنان اللي فسحت لنا المجال أنه نكون معكم اليوم. نحن عم نشتغل كجامعة ثقافية مع كتير منظمات بأمريكا وبالعالم كمان، لأن نحن منظمة عالمية لا مساعدة لبنان، يعني نحن ولا مرة تركنا لبنان. الجامعة الثقافية مؤسسة من سنة 1959 وعلى طول منضل حد لبنان ولح نضل حده أطول. اللي عم نعمل نحن هون مع غير جمعيات عم نساعده، نبعت مواد غذائية وقبل الانفجار نبعت مواد منزلية كمان من جميع جميع الأصعدة. وهلا في كمان على الصعيد السياسي في أور نيو لبنان مع غير جمعيات كمان مجتمعين هلا بأربع خميس جمعة مجتمعين بواشنطن ليكون عم بشكلوا اللوبي اللبناني ليساعد بالسياسة اللبنانية ويضغط على الدول. هلا مبلشين بأمريكا وبعدين بده يضغط على دول القرار بالعالم كله. لا تقولوا له شو يعني الضغط، شو شكل الضغط اللي بده يصير؟ شو التغيير انت اللي عم تطلبوه يصير؟ التدخل يعني من قبل هالدول بلبنان ام مساعدة لبنان ماديا واقتصاديا؟ يعني اليوم نحن مطلوب لحتى من الدول انه لتساعده هو حكومة، تشكيل حكومة من اختصاصيين اجراء اصلاحات. شو شكل الضغط اللي عم تقوموا فيه؟ يعني عم نحاول نقوم بضغط، لا اول شيء تشكيل حكومة حكومة على القليل انتقالية لتعمل انتخابات نيابية، لانه من وراء النيابية بتصور فينا نغير. هلا الوضع اكيد ما انه هين، الوضع صعب اكثر ما انه نزل الرئيس الفرنسي على لبنان ولحديت هلا ما قدر عمل شيء. نحن عم نجرب هلا بأهم شيء يكون في انتخابات نيابية، وبهالانتخابات النيابية نحن ما بدنا يكون في نواب للاغتراب، لأنه نحن ما نضل. بس أنتوا عندكم ست نواب، ليش كنت تخلوا عنهم؟ لأنه إذا بدي يعطونا حقنا، أنا عم بقوله بدي يعطونا حقنا كست نواب للاغتراب. نعم. أو ست نواب ما نحن، لأنه نحن منشكل على القليلة 10 مليون، يعني نحن دبل عن الموجودين بلبنان. إذا بدي يعطونا حقنا بدي يعطونا حقنا 128 ضرب 2 أو ضرب 3، لأنه مش معروف عدد المغتربين قد ايه موجود بالاغتراب، يعني مش شي 10 مليون شي 15 مليون، ما في إحصاء مزبوط. وتاني شي نحن ما نضل على التواصل مع أهلنا بلبنان، نحن أنا بدي ضل انتخب للقضاء تبعي لضايعتي، لا بدي يحرموني من هالحق اللي أنا بدي إيه. نعم. سؤال. ست نواب عم بيحطون ست نوال كمان عم يرجعوا ينقلوا لنا المذاهب لهون، يعني بده يحطوا واحد مسيحي واحد سني واحد درزخي، ما نحن انتم عم تقولوا بدكم دوله مدنيه، عم يرجعوا ينقلوا لنا المشاكل تبع لبنان بده ينقلوها على الاغتراب، وهذا نحن اللي ما بدنا اياه. نحن بدنا تكون ما يشيلوا المذاهب، لانه هلا عم تعمل لنا مشاكل بلبنان والطائفيه. طيب اليوم نحن عم نعرفك يعني ك رئيس سابق للجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم، يعني السياسة نخرت اليوم الجامعة الثقافية بالعالم، يعني الجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم، يعني صارت مثلها مثل أي شيء بلبنان، نخرها الفساد بدل ما تكون جامعة صارت اثنين مفرقة. طيب كمان يعني عم يضربوا الاغتراب، وشو قدرت عملته بهالإطار؟ ما هذا اللي عمل لك إياه، أنه عم يجربوا كمان لقلنا كجامعة ما بدهم إيانا نكون مسلين الاغتراب، عم يجربوا يخرقوا فينا. بس ونجحوا. ما نجحوا نجحوا. لا 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 ما نجحها ابدا. اللي نحن الجامعه الموجوده هلا بالاغتراب هي بتمثل الاغتراب مزبوط، الجامعات اللي والباقيين الجامعه الثانيه يعني بدون ما نقول نذكر اسماء بيقولوا نحن بنمثل، يعني نحن اللبنانيين شو بدنا نعمل؟ نحن على الارض بنشوف يعني شو عم نعمل نشاطات عالميه بكل العالم، يعني بعدين نحن الرئيس هلا المحامي ستيف ستانتون
العمل قانون هلا جديد للجامعه لتكون جلوبال كوربوريشن، والنشاطات اللي عم نعملها من منح مدرسيه لتمثال جبران خليل جبران بهون بمكتبة لوس أنجلوس لملكات الجمال، كل هودي الجامعة اللي نحن منمثلها هي اللي عم تعملهم. نعم. يفرجونا شو عم يعملوا نشاطات هن. طيب سؤال تاني. ما نجحوا. نعم. نحن الناجحين لحتى نكون، وهلا نحن ما عم نجرب ما نكون يعني كجامعة سقفية عم نشتغل وطنيا منه سياسيا، لسبب هلا صار في عنا بلوس أنجلوس أو نيو لبنان اللي هو بده يشتغل سياسي حتى ما تكون الجامعة مدخلة بالسياسي. نعم سؤال. نيو لبنان الضغط ضغط رح يصير من مين على مين؟ قبل ما أعطي الكلمة لضيفي أنطوان منصة، تفضل. الضغط من مين؟ اللوبي اللي أنتوا عم تشكلوه الضغط من مين على مين؟ نحن بنا لبنان جديد، يعني مثل اسمه أول نيو لبنان لبنان جديد، نحن بنا لبنان جديد، بنا الدولة تكون دولة لكل اللبنانية، بدنا اللي يرجع السقفة تكون بلبنان من الصغير، نرجع نسقف العالم حتى ينشيل هالفساد من عقول العالم، حتى كمان مش بس المسؤولين، يعني صارت ما في ثقة بقى بالوطن. وهذا اللي عم نجرب نحن، نرجع نعمل لبنان جديد، هذا اللي بدنا اياه. شكرا. أنا بدي أشكرك، تبقى معنا لضيف ما تفضل سيد أنطوان. أنا بدي أشكر مسيو كريم يلي عم بيقوموا بالفعل بشغل رائع بولايات المتحدة، وبحب أنه ذكره بيعرف هو هالشي، أنه أنا مثلا وقت كنت رئيس لجنة الاقتصادية، رئيس المجلس الاقتصادي بالجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم، إجا وقت عم نجرب نقترب من الكل، لان نحن عندنا جامعه واحده، كنت انا رئيس لهالجامعه ولهالجامعه، بس نحن ما بنسميها جامعتين، بنسميها جامعه واحده. وهلا نحن حضرته مستشار بالجامعه اللبنانيه الثقافيه بالعالم، نحن بواسطه المنتدى اذا بتعرفي المنتدى. نعم. في خليط ناس من هون وناس من هون، يعني تنقدر نجمع القوه، لان نحن بالاليون في لافورس مثل ما بيقولوا بالفرنسي، بالاتحاد قوه، بالاتحاد قوه. انا بحب كمل بس شغله واحده تقول لك، انه مساعده المغتربين للبنان أكثر من 75% للبنان. بتعرفي أنه جن عمرهم موجود بالمصارف، جن عمرهم موجود بلبنان. أنا قعدت 47 سنة بفرنسا، ومع هذا وكله مؤمن بالوطن، مؤمن بلبنان، مؤمنين بالبنوك، مؤمنين بمصرف لبنان، مؤمنين بشيء اسمه جيش لبناني، وهيدا نحن موقفنا على إجرينا، نحن حطينا مثل زي حلق مؤقتا، وعم نفكر لبعدين شو بدنا نعمل وكيف بدنا نرجع نسترد أموالنا. نسترد أموالنا مش بطريقة أنه نهاجم هاي دولة، نهاجم المصرف اللبناني. كيف طريقة بتمويل من الخارج للبنان؟ يعني مدام أنا حقلك شو، نحن بنعرف مرق علينا أزمات كتير، مرق علينا أزمة اليونانية والأرجنتينية، ولبنان ما كان عنده هالأزمات هي زيتها. نعم. بس مرق علينا أزمة، أنا كنت مدير عام بنك سنة 81 وقت إجا 10 أيار فرانسوا ميتران على الحكم، وبلشت الناس تهرب من فرنسا لأن فزعوا من الاشتراكية وفزعوا من الشيوعية. أنا قضيت ليلتين ما نمت أنا، للتنين ولا التلاتة الناس عم بتلفن بدها تحول الفلوس هلا برا، ودخيلك حولنا فلوسنا، صار فيه هرع وفزع مثل هون. بس هونيك في دولة، هونيك في دولة اجا وزير الاقتصاد جاك دولار استلم الاقتصاد، قال نحن سكرنا الحدود، صار يطلع لنا 1000 فرنك بالشهر نقدي، صار يطلع لنا كارنيه الشونج دفتر اذا بدنا نسافر ما لنا حق نصرف اكثر من 2000 دولار على مده سنه سنه ونص، ورجع هلا انتهى الموضوع، رجع هلا. وانا بعتقد بلبنان هذا يلي حيصير وقت بدنا نشيل الناس يلي يعني اليوم في خوف عند الناس ما يستردوا اموالهم. انا بقول لك اليوم اول ما تجي دوله مسؤوله، لان اليوم في دوله غير مسؤوله. نعم. ما في دوله، لا يعني انا حقول دوله غير مسؤوله، ما بدي اقول ما في دوله لانه موجوده الدوله هلا بوقت الحاضر، بس هيدا كلياته لازم يعرفوا انه في نظام لازم نمشي عليه ونجيب اداره مزبوطة، وبعتقد كل هالشيء هيدا بيرجع بيرتب الوضع مثل ما لازم، يعني ما في فزع ابدا. نعم. ابدا. انا بدي اشكره لمستشار في الجامعه اللبنانيه الثقافيه بالعالم كاليفورنيا، ومستشار بلبناننا الجديد اليوم ادي ابو كريم، اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. شكرا. بحب كمان سيد شغله وحده كثير مهمه، شو عم نعمل نحن كمغتربين هلا بوقت الحاضر؟ لا ما بقى نفكر بالماضي، عم ندعم القطاع الطبي، عم نسوي المنتجات اللبنانيه برا، عم نعمل تامين وظائف وقتي
ودائمه، وهلا بيشرحوا لك الشباب شو عم بيعملوا باستراليا. نعم. المشاركه في الانتخابات القادمه عم نحضرها، وتاثير المغتربين في عواصم القرار. عندنا تاثير مغتربين، عملنا ابيل، عملنا نداء ل 11 جويليه قبل ما يجي الرئيس ماكرون لهون، كنا ببروكسل مجتمعين. نعم. كلنا سوا، واتخذ قرار وراسلنا نحن الوزارات يلي لازمه ببروكسل وبلجيكا الاوروبيين، وراسلنا وزاره الخارجيه، واجينا جوابات منهم بعد ما اجى الرئيس ماكرون لهون. وتاسيس مشاريع يعني استثماريه منتجه عم نعملها بوقت الحاضر للبنان. نعم. رح نستضيف هلا رئيس هيئه تنميه العلاقات الاقتصاديه اللبنانيه الخليجيه إلي رزق. صباح الخير. صباح النور ست نوال، لعليك ولضيفك. بتقول بدك تحرر المواطن، حرر لقمه عيشه، اذا السياسه بتفرقنا الانماء بيجمعنا، ولبنانيو الانتشار خصوصا بالسعوديه والخليجي، الخليجيين يعني هونيك الموجود بالخليج عندهم الرغبه والقدره وهن معنيين على الانقاذ. بس سؤالي لك، يعني عرفنا اليوم انه انتم عم تطلقوا مبادره رح تساهم بخلق تنميه مستدامه لمقاومه اقتصاديه، شو عناوين هالمبادره؟ هي ما في شك اليوم لبنانيو الانتشار ست نوال هم ثروة لبنان ونفطه وعجوبة اقتصاده، وهن اللي عم يقدروا يساعدوا عيالهم بانه يقدروا يواجهوا هذه الصعوبات والتحديات الاقتصادية عم بيمر فيها لبنان. اليوم تحرير المواطن من نير الاحزاب السلطوية والاحزاب السلطة عبر تحرير لقمة عيشه، لما منساعده نحن كلبنانيو الانتشار مش بس نعلمه يتصيد سمك، بدنا نساعده نحن يتصيد هالسمكة ونساعده على تسويقها وتصريفها. كيف؟ عبر خلق شركات متخصصة وجذب استثمارات من لبنانيو الانتشار لإنشاء شركات عبر هذه القنوات. بناخذ نحن هذا المواطن اللبناني بنخليه بأرضه بخليه يزرع منتجات قابلة للتصدير، مش بس منتجات زراعية، هي صناعات زراعية يقدر لبناني ينافس فيها ونقدر نعمل لها أسواق خارجية. هذه تنمية مستدامة، هدفها الأساسي دعم المواطن اللبناني وخليه يحافظ بأرضه ويطلع لقمة عيشه بكرامته. لما بيصير عنده استقلال مالي ذاتي عم بيتكل على حاله، ببطل تابع لسياسة الترهيب والترغيب اللي عم تستعملها ضده أحزاب السلطوية الموجودة حاليا، ساعتها بيقدر يروح على انتخابات حرة ونزيهة ويجيب فعلا أشخاص نضاف يرجعوا يساعدوا هالدولة لتوافع أجريها. نعم. على كل حال يعني هالمبادرة متى بدها تكون واقع؟ نحن بلشنا فيها اوريدي وبلشنا عم نحط اطارها القانونية رغم كل العوائق وكل المعوقات وفقدان الثقة بالانظمة المصرفية الموجودة حاليا، ولكن الرغبة والنية الموجودة عند لبنانيو الانتشار اقوى من هذه الصعوبات. واليوم مش مهم التحديات ست نوال، المهم يكون عندك رجال على قد التحديات ويقدروا يواجهوا ويكفوا المسيرة. بس تخلص الاطار القانوني لهذا الموضوع حنتشر فورا. بلشنا نعمل احصاء ما هي المنتجات الصناعات الزراعيه من شمال لبنان الى جنوبه الى بقاعه الى شرقه الى غربه، حنصير نفتح لها قنوات تسويق بكل العالم. هي مبلشه مبادره من اخواننا والمغتربين بالسعوديه وحتى تعمم مع الخليج، وعلى اي شخص بحب يساهم اهلا وسهلا فيه، لانه نحن نؤمن بشغل وحده ست نوال، الاداره الجيده بتربح شركة خسرانة، بس الإدارة السيئة بتخسر شركة ربحانة. لبنان كان دولة ربحانة بس كان إدارته سيئة. صحيح. بس عرفنا هالمبادرة هي بتساعد المواطن على الصمود بأرضه. اليوم إذا تأخرت المواطن هلأ خلص رفع العشرة البلد عم ينهار، يعني اليوم إذا تأخرت كمان يعني ارتداد سلبي على المواطن. لا، هي بخلال اسبوع او اسبوعين بنكون انتهينا من كل عمليات الاحصاء للمنتجات الموجوده، لانه نحن عم نعممها على كل المناطق والطوائف والمذاهب وما عم نميز بين منطقه واخرى او طائفه او اخرى او مذهب او اخر. فنحن اليوم عم نعممها على كل لبنان وعم نحط الاطار القانوني، الشباب صاروا موجودين، القدره الماليه موجوده ومحدده، بس علينا اطلاق ساعه الصفر اللي هي بخلال اسبوع باقل او باكثر تقدير اسبوعين بنكون انشانا المبادره. مين بده يستفيد منها تحديدا؟ المواطن اللبناني اللي هو هلا بارضه عم يزرع. نعم. يعني الشاب او البنت اللي بارضه عم تزرع، ونحن اليوم فينا نرجع الشباب على القطاع الزراعي مستفيدين من التكنولوجيا الحديثه مثل الايدروفونيك اللي هي بتساهم
انه باراضي محدده، يعني ما بس مساحات شاسعه بتعطيك نوعيه زراعيه نقدر ننافس فيها بالاسواق الخليجيه والاسواق العالميه. نعم. لانه ما ننسى ست نوال، دخول العمل الاسرائيلي على الاسواق الخليجيه اول شيء حينتز فيها بمنتجاتنا الزراعيه الزراعيه. للاسف نحن ما عندنا سلطه اليوم عم بتخطط لمستقبل ابنائها. شكرا. ما عندنا سلطه تعي ما هي المخاطر التي تحدث في لبنان من ناحيه التنافسيه. نعم، شكرا لك رئيس هيئه تنميه العلاقات الاقتصاديه اللبنانيه الخليجيه إلي رزق. رقم بينتهي ب 997 من معنا. الو، معك المحامي فادي زويل رئيس غرفه اسرائيل للتجاره والصناعه. يا اهلا وسهلا فيك المحامي فادي الزوقي رئيس غرفة أستراليا ولبنان للتجارة والصناعة. بقطاع التجارة والصناعة نحن بنعرف اليوم أنه بأستراليا هي أكبر جالية بالعالم، يعني اليوم كيف عم تشتغلوا لتدعموا لبنان اللي عم يتقهقر تجاريا وصناعيا؟ ومبارح كان عندنا طبعا على صوت لبنان عم نقول كارثة صناعية رح تصير بلبنان نتيجة اليوم فقدان المحروقات. مدام نوال، الجالية اللبنانية الموجودة بأستراليا صار لها بتساهم بمساعدة لبنان من عدة سنين، عندها علاقة كتير مميزة مع لبنان، وحقيقة يعني صار لهم تقريبا سنين عم بيقوموا بإغاثات من أيام الحرب الأهلية وطلوع حتى هلأ حاليا كمان بعد، وكل يوم عم نحط نحن كغرفة خاصة عم نحط ضغط كتير كبير على الدولة الأسترالية لتساهم بمساعدة لبنان اقتصاديا وإنسانيا. ومن فترة قصيرة بس الدولة الأسترالية حددت تقريبا بحدود 60 مليون دولار بعتتهم على لبنان، يعني مبلغ قليل بس هذا كان لمساعدة الانفجار اللي صار المدمر الشامل ببيروت. نحن كغرفة كمان مثل ما قال هلا ضيفي قبل شوي انه نحن ابنا كمان بكتير مبادرات، واول مبادرة نازلة على كتير كتير مهمة اسمها هاير لبنيز. نحن كمان على بنعرف انه المصارف اللي حطت اللبناني بوضع كتير مؤسف، محتاج فرش ماني بالازمة الاقتصادية اللي عايشها اليوم. نحن كمان هاير لبنيز عملنا هذه المبادرة ان نقدر نعطي كل السيرفيسز بلبنان، البروفيشنال سيرفيسز، يعني علاقه دايركت مع شركاء باستراليا ليقدروا يستعينوا فيهم ويبعثوا لهم اكيد مصاري دايركت لعنا على بيروت. هلا نحن هيدي هاي اللبنانيز الكامبين رح نبلش نطلب بعد شي جمعتين من هلا في بلاتفورم يلي اي لبناني بقطاع الخاص او انفرادي في سجل اسمه، وفي شركاء بحدود ال 250 شركه استراليه من اصل لبناني وكمان من السوق العام باستراليا عم يشتغلوا كمان جاهزين سجلناهم حتى يقدروا بلشوا يستعينوا بالخدمات الموجوده بلبنان. هلا المنفعه هي لاثنين سوا، اكيد اللبناني بلبنان رح يجي فريش ماني مثل ما قلنا سابقا ليستمر على الارض وما يخسر شغله ولا يروح ولا يطلع من البلد ويعيش الغربة، بس بذات الوقت كمان نحن كشركة أسترالية عم ننتفع من الخدمات اللبنانية اللي عندهم مستوى كتير عالي خاصة بالأدفتايزي والماركتينج والآي تي وأكيد وهيومن ريزورس. بقى هيدي الأمور نحن كمان وأرخص بكتير من أستراليا بس استعين فيهم بلبنان، وهذا الشيء كتير مشجع ومرغوب كتير من الشركاء هون، وفي كتير شركاء بلشت أوريدي تعمل كونكشن مع الشراكة بقطاع الخاص ببيروت. نعم. هذه الشغلة كتير مهمة. تاني شيء كمان عم نعمله نحن للطلاب اللي عم بيتخرجوا يلي ما بيدوا لا وظيفة ولا إكسبرينس، تعرفي أنت آخر نهار ما حدا رح يوظف حدا إذا ما عنده الإكسبرينس حتى لو عنده شهادة. بقى كمان ذات الوقت نحن كمان تقريبا حصلنا على 50 شركة مستعدة تعطي الإكسبرينس عبر الإي كوميرس، أو حتى إذا في منهم محتاجين يسافروا لعندهم كمان اللي يشتغلوا معهم بالشركة مدة 6 شهور ياخدوا اكسبيرينس من الشركة هيدي. نعم، يعطيكم العافية الحقيقة. بس ما تأخرتوا شوي، يعني اليوم البلد وصل إلى الانهيار المتتالي. اليوم ما بتعتقد أنه هالخطوات اللي عم تترجم من كل الانتشار اللي عم تواصل اليوم مع صوت لبنان أنه صار في تأخر، كان لازم الانطلاق قبل، جرس الإنذار قبل، التدخل قبل؟ نحن حقيقة كل سنة بناخذ كنا 60 شركة على لبنان كغرفة من أستراليا ليطلعوا على فرص عمل واستثمار. نحن ما صرنا تقريبا فوق 13 سنة عم نعمل هالخطوة هيدي، مش يعني مش بس هلا بالوقت الحالي. في شركة
كثير نجحت باستثمارها بلبنان، ولكن مثل ما ذكر قبل كان في اعاقه كثير على الارض يلي منعت كثير من الناس كمان يكون عندهم ثقه بالاستثمار. بس نحن ما وقفنا، هيدي مبادره اديشن يعني زياده على المبادرات الكثير اللي عملنا فيها من عدا الاغاثات الانسانيه اللي بعتني على لبنان. انا بدي اشكرك رئيس غرفه استراليا ولبنان للتجاره والصناعه المحامي فادي الزوقي. يعني استراليا شابو. حقلك ليش؟ كمان انا من 3-4 ايام كنا مدعوين على البطريركيه ببكركي، كان في مؤتمر الاقتصادي الاجتماعي السنوي تبع 2021. والمطران تربيه مطران استراليا اعلن انه في شخص، احدى الاشخاص تمول ب 50,000 ايباد يبعثون على المدارس للطلاب. يعني هيدي كانت بديعه كمان هالقصه. الله يقويهم ويعطيهم العافيه. انا كل شيء انا كنت بدي احكي عن نقطه حضرتك، يعني هيك انه نقطه ايجابيه انه هناك خلاص لبنان دائما بتحكي فيه على الرغم من الصوره القاتمه هلا الغالبه على المشهد اللبناني. شو اوجه هالخلاص اليوم استاذ منسى؟ شو اوجه هالخلاص؟ اوجه الخلاص مدام مثل ما قلت لك نحن قاعدين برا وبنعرف انه كل ازمه بتصير بدوله الى نهايه. يعني كنت انا عم بحكي لك بشغله كثير مهمه، انه ايام ميتران وقت اجى شد على الـ على الـ على البنوك، بعد سنه ونص كنا خالصين منها، وبالعكس صار في تطورات. هلا المغترب اللبناني اذا بتاخذي مثلا باستراليا ولا افريقيا الجنوبيه ولا امريكا الجنوبيه يلي عم بيصير على المزبوط، بتشوفي جمعيات الموجوده بكل بلد، في اكثر من 500 جمعيه كلياتهم. مثلا حدد الجبه، حاعطيكي مثلا حدد الجبه، حدد الجبه في شخصين ثلاثه من حدد الجبه عاملين اسوسيشن بهالمدن هيدي، بعتوا موتورات كهرباء، بعتوا دجاج، بعتوا مواد بدك تقولي كلياتها مشان الزراعه، عم بيساعدوا كل واحد من اللبنانيه برا عم بيساعد بلده، وانا بعتبر انه هن الدوله اليوم وهن عم بيساعدوا البلد. بس اليوم المسؤولين بالخارج يعني وحضرتك قلتها انه ما عم بيهمهم قبر لبنان، كل اللي عم بيصير بالوقت الحاضر كانه مش معنيين فيه، هو عم يتفرجوا على السياسيين اللبنانيين عم بيتصارعوا على الحلب السياسي الى ان يسقطوا ارضا. هيدا هو المخطط، هيدا هو المخطط. من مين سمعته المخطط؟ من وزير خارجيه الفرنسوية. لأن نحن وقت عملنا الأبيل دي 11 جوية نداء 11 تموز كتبنا ورسلنا وزارة الخارجية وطلعوا بنداء وإجوا على لبنان وكانوا عم بيزوروا لبنان. بعد ما رجعوا للأسف إجينا خطاب منه خطي موجود وأنا حطيته بالبريس، بيقول حرفيا نحن من هلأ ورايح ما بقى نساعدكم إلا بالتربية، ما بقى نساعدكم إلا بالصحة وبالإيمانيتير يلي الإنسانية، الأعمال الإنسانية، بالأعمال الإنسانية. وأكثر من هيك لا بقى تطلبوا منا شيء قبل ما ما بدي أقول هالولاد، ما لي عين أقول هالغير المسؤولين يرجعوا يطلعوا من ملعب يلي هن فيه موجودين، يرجعوا يتحملوا مسؤولية ويعملوا دولة مثل ما لازم وأصلحت. نعم أنه مخطئ من يظن أن العملة الوطنية رح تبقى على حالة، رح يرجعوا اليوم يعني المواطنين يحصلوا على ودائعهم. شو رأي المغتربين اللبنانيين باحتجاز المصارف لودائعهم اليوم استاذ منسى؟ نحن بتعرفي مدام حطينا زيح شوي على الماضي بوقت الحاضر، منا عم نلعب مع البنوك ناخذ 70% و60% و30% لان نعرف انه بده يصير فيه خلاص. لبنان بلد ما في اغنى منه بالعالم، انت بتعرفي انه اليوم مصرف لبنان اسي واقف على اجراء البنوك لحديت اليوم عم تفتح ابوابها وتستقبل ناس وتعطيهم مصريات. انا بعرف انه بنك مفلس مثل ما بيقولوا البعض، يعني لان البعض لهم مصلحه يطلعوا على التلفزيونات يقولوا فلس البلد وفلس لبنان وفلس البنوك، هيدا غلط. لأن اليوم يلي بفلس مزبوط بسكر باب البنك وببطل يفتحه. من ساهم بتفليس البلد؟ هل تخلف لبنان عن دفع سندات اليوروبون؟ السياسيين هن ضمن 30 سنة ويمكن قبل كمان كان لهم تأثير، لأنه كان في محاصصة عم بتصير. ويلي أهم من هيك، وأنا طلعت بعد ساعة على فرانس 24 بفرنسا بعت وراي قلت لهم أنه إسا بدي يجي وقت بدنا نبكي لما دفعنا الأوروبون. كان مفروض هلأ عم نبكي دم مدام هذا الموضوع. بس دايما بتحكي عن حكم مصرف لبنان حضرتك انه هو الخلاص وهو سياسته، بوقت بلبنان عم نقرا كثير وحتى محللين اقتصاديين كثير كبار مصرفيين انه غلط وبسياسته غير الحكيمه وصلنا لهون. ليش عم تدافع عن حكم مصرف لبنان؟ انا شخصيا اليوم مني عم دافع عن حكم مصرف لبنان، عم دافع عن مؤسسه اسمها بنك المركزي. واليوم نحن من سنه 2015 عم ننبه الناس وعم ننبه العالم بالبريس وبالميديا انه يلي بيحارب الليره
اللبناني عم بحارب حاله، عم بقوس حاله بإجره، وهذا يلي صار. نحن بنعتبر انه العملة الوطنية والبنوك والمصارف مثل 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 المرأة، باردون متأذيني حاستعمل هالكلمة، على كتر ما بتحكي الناس عليها بصير جوزها بصدقها، وهذا يلي وصلنا للأسف لهالشيء هذا. بس أنا في أشياء كثير بدي زيدها، لأنه ما بقى اسمح أنا سايتني مرة يا ثالث مرة بيقولوا لي هالجملة إنه أنا عم دافع عن حاكم مصرف لبنان. أنا عم دافع عن لبنان. بالنسبة لي لبنان هو بنك المركزي اليوم والجيش، وشفنا نحن كيف عم بيمسحوا الأرض، جربوا يمسحوا الأرض بحاكم مصرف لبنان اللي عم بيدلوا عليه بالأصبع، بعد ما عم بيخلصوا منه عم بيروحوا على قائد الجيش، يعني كله بيدوروا كل المؤسسات عم تنهار، عم بيسعوا إلى انهيارها، عم بيسعوا على انهيارها. وأنت فهمك كفاية على كل حال. على الخط رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين بالرياض المملكة العربية السعودية ربيع الأمين. بس قبل في عندي رقم 97997، تفضل. رجعت معنا؟ لا، معك المحامي، رجعت معك المحامي فادي. فادي الزوري، نعم. ما تخزوني، ما في أسماء على التليفون. معلي، مش مشكلة أبدا. أول شيء بحيي ضيفك أنا أنطوان منسى، الصديق والخي اللي ما وقف شغل لمصلحة بلده لبنان، اللي أنا كتير يعني صار فترة عم نشتغل معه مع حلفة كمان لدعم لبنان اقتصاديا، وأنا بحييه من قلبي. نعم. هلا من ناحية كنا عم نحكي على موضوع المساعدات اللي قطعت بالماضي، مثل ما قلت لك مدام نوال، هون نحن اللبنانيين بأستراليا كتير 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 اشتغلنا من فوق 25 سنة سابقا لنقدر ندعم هالبلد. أنا نفسي استثمرت بلبنان كتير حتى نقدر نوظف لبنانيين على الأرض. اشتغلنا كتير حتى مع مؤسسات تنهار الدولة الأسترالية هون، إنه نعم حتى نقدر كمان نشتغل. بس أكيد مثل ما قلت لك اليوم الوضع كتير استثنائي وكتير كتير صعب. نعم، لأن الوضع السياسي بالبلد منهار صعب. نعم، وما في دولة رح تشتغل مع دولة، مع دولة كله عم يشتغل مع القطاع الخاص وبس. نعم، أنا بدي أشكرك على كل حال، وبعد ناطرين يتصل فينا رئيس المجلس الاقترابي اللبناني للاستثمار في بلجيكا وسفير نوايا الحسني مارون كرم. أنا بدي أشكرك، وهلأ نحن ناطرين اتصالات. بدي رحب بضيف ربيع الأمير، رئيس المجلس التنفيذي اللبناني بالرياض المملكة العربية السعودية. كيفك ويعطيك العافية. صباح الخير، يعطيكم العافية، وشكرا ست نوال، وصباح الخير لصديقنا عطوان. الحقيقة موضوع الحلقة مهم جدا، وبدي بلش فيه أنا، أنه ماذا سيقدم لبناني والانتشار إلى لبنان. نعم، نحن بمنطقة الخليج العربي إذا سمحتي لي، يعني السياسات الخاطئة والأزمات اللبنانية وصلت يعني زيولة لنا، إن كان بالسياسة أو بسوء التصرف. ويعني ما بدي أرجع عيد بالأزمات الحديثة اللي صارت من أزمة الكبتاغون والوزير وهبي وكل الأزمات اللي صارت مؤخرا. فاللبنانيين الاغتراب بهاي المنطقة تأثروا بشكل مباشر بهذا الموضوع، بالإضافة أنه كلهم عندهم ودائع بلبنان وكلها محجوزة بقلب لبنان. هلأ على مستوى يعني أنا ما بدي عيد الكلام اللي حكيوه صديق رزق وأنطوان ومسيو زوقي وكل اللي عملوا مداخلات، هذه إذا بدك روح الاغتراب. بس أنا بدي نوه على نقطتين ثلاثة. أول شيء نحن عم نحاول كمغتربين أنه نمشي ورا مشروع وورا فكرة مش ورا مجالس. يعني بمعنى لما عملنا أعلان 11 جويه كان من كل الأفرقة، وفي شخصيات يعني فردية ومجالس، ومنا بيان اتفقنا عليه كان بيان اقتصادي صرف. المبادرة اللي حكي عنها صديق الرزق هايدي، هالشركة هايدي كمان هايدي مؤلفة من أشخاص مهتمين لبنان. يعني نحن ننتقل بالاغتراب لنشتغل على مشروع، على فكرة، على توجه، أكثر ما نقول مجلسي أحلى من مجلسك وأنا رئيس وأنت رئيس. هايدي أول فكرة. النقطة الثانية، اللبنانيين وتحويلاتهم لأهاليهم ولأصدقائهم بالمستوى الأعلى، والكل بيعرف هذا الشيء، والموقف البلد اليوم هو تحويل اللبنانية. النقطة الثالثة بالنسبة لموضوع التغيير، الاغتراب كثير على تماس بموضوع الانتخابات، وأنا هون عم بحكي مش بتوجه ضد آخر، عم بحكي بشكل عام. وكمان بموضوع التغيير الاغتراب يعني عم ينشئ هيئات تساعد الناس على خيارات سياسية واضحة وتوضح يعني برامج المرشحين بما يخدم يعني اهداف يعني اهداف البلد. بدي نوه بشغله انه ثلث اللوائح الانتخابيه او المؤهلين انه يصوتوا اللي هي تقريبا 3.5 مليون عندنا، اللوائح الناخبه ثلثها موجوده بالاغتراب.
يعني كلتها موجودة بالاغتراب، وبالتالي خضنا كلنا سوا مع أنطوان ومع مجموعات كبيرة أنه صوت المغتربين لازم يوصل، وصوت المغتربين لازم يوصل على 128 نائب. نعم سؤال أوكي. اليوم شو عملتوا؟ نعم هي الجو بس شو عملتوا بدخول المنتجات اللبنانية الزراعية إلى السعودية بعد قرار المنع؟ بدك تسأل من قرار المنع اجى نتيجه سوء اداره من لبنان. نحن شو بدنا نعمل؟ نحن نشطنا اكثر من مره انه لازم يتركب سكانر، لازم تنضبط الحدود، لازم نعمل معايير دوليه حتى نقول للسلطات بالخليج انه تستقبل المنتجات. البيان السعودي تبع المنع اللي هو كثير كان يعني وقعه قاسي على المزارعين وعلى المصدرين، ترك الباب مفتوح انه نحن هذا اجراء مؤقت حتى تبيان وتوضيح الامور من الجانب اللبناني. في اجراءات نحن قديش قلنا قرار المنع لنا تقريبا اكثر من شهرين ونص وما كان في ولا اجراء، ما عملوا ولا اجراء صح ولا اجراء جدي. بس هيدا في ارتدادات كثير يعني كبيره على القطاع يعني الصناعي والزراعي. هيدا السكانر اللي بده يجي صار بتبرع اكثر من جهه، تقدم سكانر من الهيئات الاقتصاديه من جهات مانحه. اليوم مش المشكله مش اللي كيف مش السكانر، المشكله انه نحن بدنا نشغل السكانر او بدنا نستعمله او ما بدنا نستعمله. بعدين لازم يكون في اليات اليوم تصدير وادارات المرافق والمعابر الى اليات ومعايير دوليه موجوده بكل العالم، مش عم نخترع البارود، لازم تطبق بلبنان. نعم. يعني وعلى لين ما في ما في ما في شكرا يا اسود يا ابيض. نعم انا بدي اشكرك. نعم بدك تضيف شيء؟ لا ابدا، بدي اقول لك يعطيك العافيه. انا بدي اقول انه الاغتراب عم بيواكب الازمه بلبنان لحظه بلحظه بعديد من المبادرات، وكلنا عم نشتغل خلف نحقق اهداف معينه مش خلف يعني او طموحات شخصيه. انا بدي اشكرك ربيع الامين رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين بالرياض المملكه العربيه السعوديه، على الخط كمان رئيس المجلس الاقترابي اللبناني للاستثمار ببلجيكا وسفير النوايا الحسني مارون كرم. صباح الخير. صباح الخير مدام نواد، اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. نحن منتابعك من عشرات السنين ويعطيك العافيه. شكرا لك كمان عم ميرسي مارون. تفضل خبرنا يعني النوايا الحسني كيف عم تترجم هون بلبنان من قبل المغتربين طبعا، ولما بتكون حضرتك رئيس المجلس الاقترابي اللبناني للاستثمار ببلجيكا يعني اكيد عم تحاولوا تستثمروا كمان بلبنان، شو المعوقات؟ كيف عم تساعدوا هالبلد بلدكم قبل ما يكون يعني هيدا بلدكم انتم صحيح موجودين ببلجيكا؟ نعم يعني وقت كان البلد بخير كان في اعاقات وكان في روتين، بتعرف الروتين الاداري الى اخره، ما بدنا نحكي فيه لان صرنا نحن بشغله اهم اليوم من هالخبرين. البلد راح انهار. عم الحقيقه عم نحكي شوي شو عم نقدر نعمل كمغترب وكناشط سياسي اذا بدك. نحن هون عم نساهم ونساعد، اذا انا ناشط بالبرلمان الاوروبي ومستشار فيه، عم نساعد البرلمان ليقوم بدور الضغط على السياسيين بالحقيقه اللي عندنا الابضيات تيسرعوا بالحلول اللي بتاخذ يعني تيسرعوا بالموضوع قبل فوات الاوان والانهيار الشامل. مدام نوال من الحلول هيدي هي الضغط لتشكيل حكومه انقاذ، يعني تشتغل مع المجتمع الدولي والاخوان العرب ودول الخليج لانقاذ لبنان من هالازمه الكبيره وإعادة الثقة للبنان من كل الأفريقاء يعني. نعم. أنا بالحقيقة كرئيس مجلس الاقترابي ببلجيكا عم بشتغل من سنوات مع البرلمان الأوروبي، جبنا عشرات الوفود من كبار المسؤولين في البرلمان والاتحاد الأوروبي لزيارة لبنان، وقمنا عشرات الندوات والمؤتمرات في البرلمان الأوروبي. كيف ترجمت لمصلحة البلد؟ يعني مثلا نحن بنشتغل كمان مع الايروماد، الايروماد اللي هي سياسه دول الجوار في البحر الابيض المتوسط، تعرف في 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 كثير مساعدات، بس انت بدها متابعه، بدها تعرف وقت يمضي واحد شو بيقولوا وثيقه بده يكفيها مش ننام عليها او نصرف المصريات بغير مطرحها. بالرغم من ذلك في اهتمام، يعني اليوم نحن بمشكلتنا اذا بتحب يكفي لك فكرتي، بالرغم من ذلك في اهتمام دولي وامريكي واوروبي وخليجي وروسي، الكل عم يجمعوا انه المشكله هي داخليه محض اليوم، وكل هالدول تتمنى علينا انه السياسيين بلبنان يتفقوا مع بعض لمصلحه هالبلد.
أما الأمور المادية الاقتصادية بدل تلاقي لها حل من بعد ما يكونوا اللبنانية اتفقوا مع بعض. نعم. بس مثل المعروف هالمثل المشهور اللي بيقول فالج ما تعالج. بالنتيجة نحن كمغتربين رح نضل نسعى مثل ما عملنا. شكرا. نعم. اغترابي في 11 تموز الماضي نحن اليوم على أبوابه ببروكسل عبر الزوم وبين العديد من الدول وعملنا بيان 11 تموز حكيوا عنه الشباب استاذ أنطوان حكي عنه كمان. نعم. انبعت لعدة منابر دولية واستاذ أنطوان بفتكر بيقدر يشرح لك عنه هلا رح نشرح عنه أدلته. أنا بدي بس هالقد اكتفي. نعم بدك تضيف شي بعد؟ نحن بشغلي كمغتربين ما حنترك لبنان. نحن رح نكمل هالمسيرة لأخذناها على عتقدنا لربما هالسياسيين بيفهموا أنه لبنان مش لألون ولا ملك طائفة معينة ومن الشعب اللبناني بمختلف الطوائف المقيم والمغترب المشترك. نعم شكرا لإلك. عطفا على مسيو مارون كرم بشكره كتير. أنا على اللي قالوا أنه ما حينترك لبنان والشباب قالوا كمان قبل ما حينترك لبنان. إن أنا بالمؤتمر اللي كنت فيه ببكركي كان فيه مدراء بنوك موجودة أعلنت أنه لحديت اليوم استلم لبنان لحد من أول السنة لهلا 6 مليار دولار دخل على لبنان للعائلات للمحتاجين للمتضررين بانفجار مرفأ. يعني هذا المبلغ اللي دخل يعني منتظرين من هلا لاخر السنه يدخل حوالي 11 إلى 12 مليار. يعني بتكون بس لبنانيين جوعانين في لبنانيين فقراء. بس عم بقول لك انا شو عم بيصير على المضبوط. على القليله بطلب انا من الناس اللي عم تشقف دولار وتحط ببيوتها لانه مبلغ طلع انا حسب حسب مصرف لبنان مدام طلع المبلغ 7 مليارات كان موجود بالبيوت صار اليوم 12 مليار موجود بالبيوت عند اللبنانيين. انا بس بدي اقول انه لبنان ما بيموت. لبنان بس البجت تبعه السنوي هو 54 مليار. شركة تسلا سيارات هي 400 مليار بالعالم. يعني اذا شركة سيارات قد 5 مرات لبنان بيرجع بيقوم لبنان اذا كان عنده ادارة مرتبة ومركزة. وقالوا لي الفرنسوية يعني الفرنسوي بيطلعوا فينا بيقولوا لنا شو البجت تبع لبنان 54 مليار قد نص مقاطعة عنا. يعني مستعد العالم كله يساعدنا اول ما يشوفوا صار فيه اصلاح وصار فيه اوادم حوالينا. هذا هو. بس ليش هالانخراط الغربة بشؤوننا؟ ليش كل العالم يعني بدهم يدخلوا يحطوا صبيعهم بلبنان؟ كمان يعني بالسياسة عم نحكي بالسياسة. هيدي بدنا نرجع موضوع سياسي انا بعتقد هيدي جرانز افير نحن للبتيت افير. نعم شكرا لك. انا بدي يعني اشكر رئيس المجلس الاقتراب اللبناني للاستثمار ببلجيكا وسفير النوايا الحسني مارون كرم. بدي اشكرك. انتهت حلقتنا. بدي اشكر كمان الامين العام للمنتدى الاقترابي ورئيس جمعية رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين بفرنسا انطوان منسع. عم بيطلبوني انه هالحلقة تنوضع مع رقم تليفونات اللي استضفناهم اليوم من كل القارات. كانوا هني عم يتواصلوا معنا من أستراليا من بلجيكا من أمريكا كاليفورنيا من فرنسا من لندن من السويد. عم بيطالبونا بهالحلقة ينوضع أرقام تليفوناتهم لحتى يتواصلوا معهم لحتى هني يعملوا كلهم لوبي لبناني يدافعوا عن لبنان. شكرا. بنهاية هالحلقة كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان 100.5. لكم أطيب أمنيات وتحياتنا واللي شعبود دليدا غانم والمخرج روديك نمنوم. إلى اللقاء.